ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ انا مريم احمد، صاحبة الجروب وصاحبة الصفحة خياطة وتفصيل. احنا طبعا عملنا مع بعض 3 غرز، السراجة الخلفية، عملنا كمان مع بعض الفرع، وهنعمل ان شاء الله جميع انواع الغرز زي ما اتفقنا. والنهاردة هنعمل الغرزة التانية وهنتعرف على انواع الخيوط زي ما كل مرة. دخلت التمبليل اللي احنا بنشتغل بيه، تمام. هنا الطارة، الصافة، ابرة بقى. هنا دي الغرزة المنقسمة، هنبتدي نعملها. زي ما انتم شايفين هنعمل فرع شجرة بس الغرزة منقسمة، ان شاء الله يبقى سهل وبسيط. بنقسم، بصوا، بندخل الابرة اهي، تمام، معلش بس عشان الوقت بنوسع فيها، عشان الوقت بنوسع في الغرزة. هي المفروض تبقى ضيقة، متبقاش واسعة اوي كده، بس احنا عشان الوقت لحضراتكم. دي الغرزة الرابعة اللي احنا المفروض نتعلمها، برضو دي غرزة مميزة جدا للرسم، اهي اهي زي ما انتم شايفين. واهي بتبتدي ازاي كده، بنقسم نصين وسط الخيط ونطلع بيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. احنا بنحاول نسهل عليكم كل حاجة عشان تبقى سهلة ليكم. ده فرع شجرة بس، عشان الفيديو ما يطولش علينا اكتر من كده، هنخلص الفرع ونخلصه كله وبعدين هنصوره مع الفيديو وهتشوفوا نهايته ان شاء الله. وعشان القماش ده احنا مش بنهدي القماش، دي عندنا حاجات يعني اطفال، حاجات بنرسمها للاطفال. زي ما انتوا شايفين كده بندخلها. وعملنا غرزة التثبيت في الأول وهوريها لكم في الآخر، آخر الفرع، بس هنكمل بقية الفروع الصغيرة دي وبعدين هنصورها ونحضرها، تمام. دي غرزة تثبيت بنعملها في الآخر. هنوريكم شكلها من ورا. شكلها من قدام حلو زي ما انتوا شايفين. من ورا اهي غرزة تثبيت اهي عملناها، تمام. واحنا لايكات بقى، تعليقات اذا عجبكم الجروب، ومستنيه ردودكم وتعليقاتكم كلها على الفيديوهات. ان شاء الله رب الفيديو ده يعجبكم.